اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو طنجاوي. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو الشهرة في المغرب، خليكم معانا. اخي يا الشهرة راه ولات سهلة في هاد المغرب، ديري شي مصيبة، دير شي كارثة، دير شي حاجة، وانت مشهور، سير صرف قباك انت تشهرتي، صافي. سهلة ولات الشهرة سهلة، كانت شحال هذي كتعذب عليها وتضرب تمارة وتخدم وهذا، لا دابا والو، تحل تليفون كاميرا، دير شي حاجة وصافي انت مشهور وانت كلشي كيعرفك، وانت دخلتي الفلوس الادسنس، أحسن حاجة هي الادسنس، تهلاو فيهم بالادسنس. وحنا كنخدموا كنضربوا تمارا وما كتجمعش كاع فلوس هذاك الاخر نادي. خاودي لي عن سقسك على الشهره في المغرب، كيفاش كتجيك الشهره في المغرب؟ كتجيني الخاوه بلا ما نقول لك تقريبا مزيانه. مزيان. مزيان. يعني سهله تشهر في المغرب ولا صعيب؟ لا سهله. الا بغيتي تشهر شنو خصك تعمل؟ خصك تنزل وبزاف د الحاجه. شنو غتنزل؟ شنو غتنزل؟ نزل شحال خصك الحب والغرام وبزاف د الحاجات. شو بالنسبه للشهره في المغرب ما كايناش، باش تشهر صعيب من ناحيه اخرى سهله تشهر، تعمل تيك توك كاين بنات كيوركيو روتيني اليومي فضايح في اليوتيوب، طوندوس عامر عيب فضايح، يعني ماشي بشي حاجه معوطه، هادشي اللي كاين. ولكن فين الفلوس هادشي هذا؟ ضروري. واش المهم خصك تكون كذاب، خصك تكون منافق، خصك مهم بزاف ديال المسائل، فهمتي؟ كتلقى الاخر مهم كيكذب الا قلتي الصح، راه تما غيتبعك حتى شي واحد، كذبتي غيدفع شي قناه في اليوتيوب ديالو، غيدير شي حاجه، غتدخل غتفرج غتلقى غير كذوب، هذه ماشي باش غيتشهر، خصو باش يتشهر هو وكيجمع عليها الفلوس، مهم بزاف ديال المسائل، غتبع طريق الله سبحانه وتعالى ما غيتبعك حتى شي واحد، غتقول شي حاجه مثال ديال قول الله سبحانه وتعالى حتى واحد ما غيتبعك، غتقول شي حاجه مثال على الفساد والشك كلشي غيتفرج لك. واه الشهره راه فيها جوج انواع، دابا كاينه الشهره الخاويه وكاينه اللي الناس اللي مشهورين ديال بصح، ناس مشهوره وكاينه اللي ما عدايش حقهم مشهورين وما ديناش، ولكن على العموم اللي مشهورين دابا بزاف هما الشهره الخاويه. تينا لا مثلا شتي هادشي هذا فيه الفلوس، مثلا شفتي الفلوس داخلين تقدر تعمل هادشي هذا ولا مثلا؟ واه الا كنت فلوس والو ما كنت ما عندي شي، راه نعمل هادشي اخاي عادي والله تنعملو. شنو السبب اللي خلى هاد الناس هادو يتشهروا وتعطاهم قيمه؟ ايوا حيت عاوتاني تا المجتمع منو الديفو، فهمتي؟ يعني كيتبع التفاهه خوا الخاوي، هذا هو المشكل. الشهره اش غنقول لك، يعني رجعت حاله يعني بسيطه، مخير كيتشهر فهمتي منظر، يعني اخر كيخرج كيغني هدايا تشهر فهمتي، يا اخر ماشي كيخلف تشهر فهمتي منظر. والله العظيم فهمت منظر. ايوا اش غنقول لك، التفاهه والسلام فهمتي، يا اخر كي تما مع اخرج غنى تشهر فهمتي. ايوا اش غنقول لك فهمتي منظر، بالنسبه للبنات فهمت منظر والله العظيم. وبالنسبه للبنات الا بغاو يتشهروا مثلا؟ بنيسة تخرج هدايا فهمتي، تخرج شي ديسكو هدايا بارطاجي وكذا كي تما تشهرات فهمتي منظر. عندك يا معدي سكتينا والله تفهمت منظر. اما تكون كتشطح الخاوة ولا تكون كتغني، من الاخر اما كتقرا القران شي حاجه بحال هكا ما تشارشي، وخا تشار خصك مده طويله فهمتي، اما لو كنتي كتغني الخاوة ولا كتعمل شي حاجه تفاف في بلاصه كيطلع لك بوس. المحتوى بنادم، يعني حنا عندنا الشعب ما كيتبعش المحتوى اللي مزيان، كيتبع المحتوى اللي خايب. يعني دابا مثلا اللي بغيتي تشهر شنو خصك تعمل؟ شوف تقدر تشهر مثلا بالحاجات اللي يعني اللي مزيانين، ماشي ضروري تشهر بالحاجات اللي خايبين، يعني ماشي حيت حنا عندنا الشعب ما كنهضرش على كلشي، ولكن الاغلبيه كيسمع عن الحاجه اللي كيتفرج بالحاجه اللي تافهه. يعني شنو السبب اللي خلى هاد الناس هادو يتشهروا دغيان وكيتفرجوا وكيطلعوا الطوندونس؟ هادشي كامل كيتسمى بعد الله سبحانه وتعالى، فهمتيني؟ كلشي بعد الله سبحانه وتعالى، كتلقى الاخر مثال ماشي كيشهروا شي واحد متبع طريق الله سبحانه وتعالى باش يدعمو باش لا والو، كيمشي كيتما كتلقى الاخر ما كيعرفش حتى وقع عاد الاسلام الدين ديالو، كيدير شي حاجه بسيطه كيطلعوه كيبينوا شي حاجات اللي هي في وسط الدار الديار ديالهم، حتى بالحكم ديالهم كيقولوا مزوجين فهمت، كيبينوا شي حاجه اللي ما خصهاش يتبان، وكيعملوا بزاف الحاجات
داكشي كامل داير على فلوس على الادسنس فهمتي. والشهره الايجابيه هي اللي ما كسبانش عندنا في المغرب. صاحبك صاحبك قال لي عملت عندك تيك توك. واه خي راه درنا واحد ليا باش حسبنا كاين فلوس ساعه والو جمعنا 10 دريال شحال انت تخدم يلا تلقى 10 دريال. شوف لنا واحد الفيديو كتسمى في تيك توك. اه داكشي ديال الصلوم واش قصص غير واقعيه؟ واقعيه ولكن غير واقعيه. يعني في النظر ديالك شكون اللي السبب اللي كيخلي هاد الناس هادو يطلعوا في الطوندونس ويطلعوا في اليوتيوب؟ حيت حنايا عندنا واحد العقليه متخلفه. حنايا يعني مجرد انك كتشوف فتاه ماشيه كسياس عارياس هما ذكروا من الرسول صلى الله عليه وسلم كسياس عارياس يعني مجرد انك كتشوف ديك فتاه شني بحال اللي كتقول لك هايا ما تفرجش فيها راه بزز منك راه ما تقدرش تكبح ديك الشهوه قليل الا من رحم ربي على شي راه الا من رحم ربي هو اللي يقدر يكبح ديك الشهوات. يعني النفس اللوامه النفس اللي كترجعك تعمل داك الشيء النفس ديالك دائما لوامه بالسوء دائما عز ديك الشهوات عز ديك المناكر عز ديك بزاف ديال الحاجات. الوطا بزاف بداو كيكسروا وعلى الراب بداو كيهضروا فين هو الصوت فين هو الانسترو وبالخيل ديالي نكرو اساسين وكيف العاده كلاش موجه نبركاكا عنده الصوت اللي كيكاكا واش هذا وجا ولا شي قرفاده خصك شي فوطو عند سبادا صاحبي شري ضرب شي باطا عرفنا رجعوا عرفنا حقاده يا وحسن هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جفاري نتلاقاو فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.